بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا جمهورنا المميز على بركة الله وحفظه، أعلنت اللجنة مشكورة عن انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، سيول صاحبة التوقيت الأفضل، صاحبة العرض الأجمل هنا بأرضية ميدان الطيل، راشد بن محمد بن راشد بن أخدي يجتمع 4:27 41 جزء الثانية. تهانينا والناموس أولا للداعم الرئيسي لهذا الشعار محمد بن راشد بن أخدي يجتمع، وثانيا لمالك حقيقة سيول راشد بن محمد بن راشد بن أخدير. شكرا لجماهير هذا الشعار، شكرا لفريق العمل حقيقة الذي وقف فوق وراء إنجازات هذا الشعار. أعود إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، بي راشد بن محمد بن أخدير في المركز الأول. النقلة هناك على المدينة ناصر بن سالم سليمان الدوحاني، نقلتنا على المركز الثالث هنا شمك في ثلاث مراكز، منصور بن سيب بن خلفان لغويص. النقلة على المركز الرابع هنا حبيبة في رابع، ولا حبيبة لمبارك بن سعيد غفان اليابري، بينما اللي في المركز الخامس هناك شعار بالطير من يأتي بخامس المراكز مع جواهر أحمد بن عبد الله بطير العامري، بينما اللي في المركز السادس هناك غيرت إلى خامس المراكز صعايب محمد بن خليفة بن قحيد، بينما اللي في المركز الثامن ولا السابع اللي في المركز السابع نبا حمود بن ضحي بن سعيد المقباري، ثامنا هناك اللي هي سلهودة مطار بن سعيد بن حلوة، المركز التاسع اللي في المركز التاسع من تأتي في هذه اللحظات الجميلة اللي هي الضبيع عوض أو الفاتنة علي بن سيف بن محمد الكعبي، وفي المركز العاشر هنا تأتينا اللي في المركز العاشر السايحة محمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله الناموس يا الإخوة المشاركين الحاضرين هنا في كل هذه الانطلاقات الشوط الخامس البكار، نتمنى التوفيق، نتمنى الناموس يا الإخوة المشاركين. إلى أين سوف يذهب السلام؟ إلى أين سوف يذهب هذا الناموس؟ الله يا حبيبه مبارك بن سعيد بن غفان اليابري من يسيطر مع حبيبه. النقل على المركز الثاني بي لراشد بن محمد بن راشد بن أخدير، ثانيا النقل على ثالث المراكز هناك شعار بن قحيد، إلى ثالث المراكز أيضا محمد بن خليفة بن قحيد مع سعايب، بينما اللي في المركز الرابع شعار أحمد بن عبد الله بطير العامري مع جواهر رابعا، وفي المركز الخامس شوي بعيد عني. ها هي النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا. الله 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 يا اليوم، الله يا اليوم، يا سعد حظك يا مرغم، يا سعد حظك يا مرغم، سق الله دارك يا مرغم بهذه النواميس، بهذه الإنجازات، بهذه السلالات، ودائما هذه الأسامي تأتي من محمية مرغم، من إنتاج بن أغدير. ما شاء الله تبارك الرحمن، صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في الأفعال، كبيرة بأفعالها، كبيرة بإنجازاتها. ما شاء الله تبارك الرحمن، للمرة الرابعة، للمرة الرابعة، للمرة الرابعة، سلام إلى مرغم، سلام إلى مرغم. تحية لك يا ابو راشد، تحية لك يا ابو راشد على هذا الاداء الجميل اللي تقدمه هجنك هنا في ارضية هذا الميدان، في ارضية ميدان الطي. مرحبا بهالي مرغم كافة هنا بقائد مرغم راشد بن محمد بن راشد بن اغدير. سلام سلام مرغم، سلام مرغم، سلام مرغم. ثاني من المركز الثاني ايها الاخوة المبارك بن سعيد بن غفان اليابري، المركز الثالث هناك لمحمد بن خليفة بن قحيد، المركز الرابع أحمد بن عبد الله بطير العامري، المركز الخامس محمد بن عبد الله بن رفيع. ما شاء الله النقطة الرابعة روحت، روحت إلى أجواء مرغم. 4 دقائق التوقيت، 30 ثانية، 68 جزء الثانية. تهانينا والناموس راشد بن محمد بن راشد بن أخدير. على اكتبي.